السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم معكم في قصة جديدة ديال كيفاش اغتصبت فاطمة درية صغيرة عمرها حوالي 9 سنين أو 10 سنين. كانت كتقرا في المدرسة الابتدائية. خرجت واحد النهار من المدرسة في يامات الشتاء وقريب المغرب. راكم كتعرفوا بأن وقت الشتاء راه كيكون كيظلم الحال بكري. واحد الدري المجرم اللي ارتكب هذه الجريمة هذه جلس في واحد البلاصة ترصد لهذه البنت. وفي الحقيقة كان في واحد الحقل وكيحرث فيه، كيصوب يزرع شي خضرة أو لا شي حاجة من هذا القبيل. ولكن هو كان دائما داير فاطمة الزهراء المرحومة الله يرحمها دايرها دائما في راسو، وديما يعني كانت قدام عينيه أنه غادي يرتكب في هذه الجريمة الخطيرة والبشعة اللي ارتكبها من بعد. المهم الإخوان والأخوات، فاش خرجت فاطمة من المدرسة في هذا الوقت اللي قلنا سابقا ترصد لها مشى لها الدرية بحكم أنها صغيرة. وهذا المجرم هذا خلينا نسميه حسن، هذا المجرم هذا اللي غنسميه حسن كبير في العمر، غيكون العمر ديالو تقريبا تجاوز العشرينات. وملي داست هاد البنت هذه هي الصغيرة مشى ليها هزها بين يديه ودارها بين دراعي هزها. وملي كانت كتغوت البنت بدا كيسد ليها في الفم ديالها هاو وتيورك على رجليها باش ما تضربش برجليها وباش ما تغوتش. وبهذاك الزيار لزيرها على الفم ديالها وعلى النيف ديالها، حيت حاط يدو على هاد الاماكن هادو خلى ان البنت تفتقد الحياة وتموت. ورغم ذلك هذا المجرم حسن هذا ما أرحمهاش ومارس معها وتعدى عليها واغتصبها وهي ميتة. ومن بعد هاد الجريمة هذه اللي وحلات في السكان ديال هاد الدوار هذا لحسن الحظ أن الدرك الملكي بعد تحركات وفي مدة يسيرة وقصيرة جدا تمكن من الوصول لمجرم حسن لتقدم العدالة لينال العقاب والجزاء اللي كيستحق. الإخوان الأخوات، النصيحة اللي غادي نعطيكم أنه ما تخليوش الدراري صغار يمشيو بوحدهم لا للمدرسة ولا يجيو منها، وما تسخروهمش للحوان ولا للسوق ولا حتى عند الجيران، لأن هادشي اللي كنسمعوه هادشي اللي كنشوفوه حاليا راه خطير خطير جدا على الوليدات ديالنا. نتمنى نلقاكم في لحظة أخرى وفي قصة أخرى. راه كندير قصص قصيرة بأسلوب ديال الدارجة باش كلشي يفهم وبالاختصار وبوقت زمني قصير جدا. مرحبا بكم الإخوان والأخوات.